هجموا المستوطنين، صرنا نعيط أنا وإخواني، ولما صاروا إخواني يعيطوا صرت أعبط فيهم، بصيروا يرموا في حجار ويحركوا. امبارح حركوا دور وحركوا سيارات، لو شوي دخلوا عنا على الدار وحركونا، باكوا يخابطوا في الباب. ندعي إنه حدا يجي يحمينا، ندعي إنه للناس يجوا يساعدونا عشان المستوطنين بدهم يتعدوا علينا. دائما إحنا بسبب الاحتلال إنه كل يوم بنعطل، بسبب هيك إنه نكون متحكين بالمدرسة، فكل يوم بيروح علينا من هاد، فمتأخر بالمدرسة بسبب الاحتلال. كل يوم بنعاني إنه ما بنقدر نروح المدرسة، فترات قصيرة بنروح المدرسة وما منلحق بالامتحانات عشان بكون لازم بسرعة نلحق ونمشي، بس الأيام ما بتكفي لأنه الاحتلال الصهيوني دائما بيخلينا نعطل بسبب الاحتلال.